السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى عطية، والنهاردة هنتكلم في آخر فصل لينا وهو نظرة على شركات التأمين الطبي التي تتعامل في مصر وتحليل أسباب خسائرها. والحقيقة إنه السوق المصري بيشهد وبيحتوي على العديد من أنواع الشركات والهيئات التي تعمل في مجال التأمين الطبي والرعاية الطبية، والحقيقة إن المجال ده تفرع من التأمين العادي على الحياة والحوادث وخلافه، فأصبحت شركات التأمين بدأت تتجه إلى التأمين الطبي. ونلاحظ إن الأنواع تتنوع في مصر من شركات مساهمة وملكية لأصحاب الأسهم والتعاونية، وشركات تقوم على ثيرد بارتي أدمنستريشن، ودي شركات موجودة وكبيرة في مصر. ويشهد سوق التأمين المصري وخاصة الطبي دي ليها إشكاليات عديدة، اضطرابات نظرا لارتفاع أسعار الدولار وارتفاع أسعار الخدمات الطبية، مما ينتج عنها ضرورة إعادة تسعير الوثائق بما يتناسب مع سعر السوق الآن. وأيضا نلاحظ تحديات ومنافسات نظرا للتطور السريع في الأنظمة وبرامج التشغيل وتكلفتها العالية والقدرة على استقطاب الموظفين المتميزين اللي بيندر وجودهم في مصر والوطن العربي، نظرا لأن المجال ده قليل جدا المتعاملين فيه، والخبرات التي تتعامل فيه بتتميز بالندرة يعني بتتخاطفهم شركات التأمين، وعدم وجود تعامل أو يعني كوميونيكيشنز ما بين شركات التأمين وبعضها البعض، مما يؤدي إلى انخفاض جودة النتيجة وعدم رضا المستفيدين. نلاحظ إن من أبرز الشركات العاملة في المجال الطبي في مصر شركة جلوب ميد، الشركة المصرية للتأمين التكافلي جي أي جي، بوبا العربية للتأمين الطبي، آيس لايف للتأمين، أروب، شركة ميت لايف، أليكو، ميد نت، قناة السويس للتأمين، ايجيبت للتأمين، اورينت الاهلي ميديكال، اكسا الطبية، اليانز شركة مصر للتأمين، رويال للتأمين، اورينت. كل الشركات دي بتتعامل في التأمين الطبي سواء ثيرد بارتي ادمنستريشن كطرف ثالث او عن طريق تقديمها المباشر للخدمات الطبية، وده لا يغني انها موجودة في السوق وبتحقق الكثير من النتائج، ولكن تبقى هناك الكثير من الخسائر التي تحققها شركات التأمين في مصر. الحقيقة عشان نتكلم على خسائر شركات التأمين الطبي لازم نحن نتحدث على أهمية الخدمات الطبية والتأمين الطبي في الدول الناملة زي الدول العربية ومصر. ونلاحظ انه ادركت الدول النامية ان رفع الخدمات الصحية بيساهم في رفع التنمية الاقتصادية، وان العلاقة بينهم قد تأكدت مع اعتبار الامم المتحدة لخدمات ومؤشرات زي الصحة والتعليم علامات فارقة في تقييم تقارير التنمية البشرية، والتي بدأت الصدور في منتصف التسعينات، والتي بدورها تمثل عنصر حاكما في جذب الاستثمار الأجنبي، والتي تحتاج البلدان النامية بشدة لدفع اقتصادها. الاهتمام بخلق جيل صحيح بدنيا وذهنيا يؤدي بدوره لإفراز كوادر قادرة على خدمة مجتمعها وتعزيز الاقتصاد وتدعيم المواقف السياسية للحكومات أمام شعبها، زي ما كلها ترتفع الخدمات الصحية المقدمة وارتفاع المستوى الصحي، فده بيؤدي إلى تدعيم موقف الحكومات والدول سواء أمام شعبها أو المنظمات الدولية. هنلاحظ إن من زمن طويل ومسؤولية في توفير تلك الخدمات الصحية كانت تقع على عاتق الحكومات، ولكن مع الوقت أصبح الدول تتقلص في الدخول في عالم القطاع الطبي، وأصبحت تولي الدور بالكامل إلى الشركات المتعاملة سواء القطاع الطبي الخاص أو الجماهيري الحكومي. ونلاحظ إن أسباب تقلص دور الحكومات بعض الدول في دعم تكاليف الخدمة الطبية زي زيادة عدد السكان وتدهور المستوى الإنشائي والأزمات المالية والمحلية وزيادة المسجلين من المرضى بقوائم الانتظار، نتيجة لكل تلك الأسباب والسخط العام، فأدى إلى خروج العديد من القطاعات الحكومية من الخدمة. وفي المقابل ارتفع عدد ومستوى المنشآت الخاصة التي بتوفر الخدمة الطبية، والكلام هنا مثلا في مصر زادت الخدمات الطبية اللي بتقدمها القطاعات الخاصة نظرا لحاجة المستفيدين إلى وجود بديل يحقق لهم الكفاءة في الخدمة الطبية. ونلاحظ أيضا ارتفاع القدرات المالية للمنشآت الخاصة والتي تمكنهم من تطوير وتحديث مستوى منشآتهم. أي جهة حكومية إذا قارنتها بأي جهة خاصة هتلاحظ فرق شاسع، وارتفاع مستوى الدخول لشريحة كبيرة من أفراد الشعب أدى لتطلعهم لوجود خدمة أفضل من الخدمة في القطاعات الحكومية. تدعيم المال لتلك الخدمات بواسطة الهيئات والمنشآت الكميزة عينية لموظفينها، الشركات أصبحت تولي هذا الموضوع اهتمام، وأصبحت إنها لو حد من الموظفين تعب أو محتاج أي علاج فأنا دلوقتي بقيت ببص له كعنصر أساسي من
مكونات الشركة بتاعتي، فهوجهه للتعامل مع مقدم خدمة طبية قوي ويؤدي لتحسين جودة الخدمات بما ينعكس على جودة الموظف نفسه ان هو شغال ومش خايف لو مرض هيلاقي مكان يستقبله نظيف وكويس. هنلاحظ انه تم الاعتماد على صناديق الرعاية الصحية وشركات الرعاية الصحية والتأمين، وزي ما احنا هنلاحظ ان شركات التأمين ادركت ان هناك العديد من المزايا لتقديم الخدمات الطبية زي ثبات التكلفة وعدم إمكانية التجاوز لشروط التعاقد وتوافر القدرة الفنية والإدارية لإدارة مثل تلك المنظومات الحاكمة لتقديم الرعاية الطبية والحصول على مميزات سعرية لم تحصل عليها الشركات لو هي تتعامل بشكل مباشر مع مستشفيات القطاع الخاص أو المستشفيات الخاصة. فأصبح هناك اتجاه إلى شركات التأمين لتنظيم مثل تلك الأمور. بقى لنا ان احنا نتكلم كمان على الوضع الصحي في المنطقة زي المؤشرات الجغرافية، انه هناك تردي في الخدمات الصحية وانتشار للأمراض الحرجة والخاصة بالكانسر او الأمراض الضغط والسكر، الأمراض المزمنة الوبائية. هنلاحظ كمان انه فيه ارتفاع في حدة المسنين، معدل المسنين او الأشخاص اللي فوق 60 سنة ارتفع ليصل إلى نسبة معينة من الشعب المصري. هلاحظ أيضا إن الشباب أصبحوا بيمثلوا جزء كبير جدا من المنظومة في الوطن العربي بما يشمله من انخفاض مثل تلك الخدمات الطبية المتوجهة للشباب وارتفاعها في الخدمات الطبية للمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة. هلاحظ أيضا إن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي أدى ارتفاعه لوجود حاجة لتقديم خدمة طبية جيدة ومتميزة لتقابل مثل تلك الارتفاع في الدخل. مؤشرات الموارد البشرية هنلاحظ انه مثلا تم ارتفاع في مصر مثلا عدد الأسرة وارتفاع جودة الدكاترة، ودخلت العديد من المستشفيات الخدمة في الكرى والنجوع، وانخفضت الأمراض الوبائية زي شلل الأطفال أو الملاريا أو بعض الأمراض المستوطنة في مصر، وحتى فيروس سي بدأ هناك حملة وهناك تم انخفاض لذلك. لذلك هنوصل إلى استنتاج زي تميل معظم نظم الرعاية الصحية العربية للتقليل من أهمية الرعاية الصحية الوقائية، ودي نقطة بتمثل جوهر من أسباب انخفاض ربحية شركات التأمين في الوطن العربي ومصر بالتحديد. وأغلبية البرامج بتتوجه إلى العلاج، مفيش برامج وقائية وأغلبية البرامج بتتوجه إلى العلاج بدلا من البرامج الوقائية. تتباين الدول العربية اقتصاديا وصحيا فيما بينها، فهناك فجوة قائمة بين الدول العربية النفطية والأخرى غير النفطية، ويتزايد سوء جودة الخدمات الصحية المقدمة الحكومية، وتزايد حاجة الأفراد لبديل يشبع حاجاتهم الخدمية بصورة لائقة مع عدم استنزاف الدخل. التأمين الطبي في الوطن العربي، هنلاحظ انه تاريخيا فان اول وثيقه كتبت باللغه العربيه لتامين العلاج الطبي ظهرت عام 1957 في مصر بين الشركه المتحده للتامين وبنك الاسكندريه، كما صدرت وثيقه اخرى في نفس العام بين شركه مصر للتامين وشركه اسوستاندر للخدمات البتروليه. نشاط التامين الطبي في مصر، بيتكون سوق التامين في مصر من حاليا من 36 شركه تامين، 22 شركه تامينات ممتلكات ومسؤوليات، و14 شركه تامينات على الحياه. طبعا دي الشركات بشكل عام مش التأمين الطبي. هنلاحظ وجود نمو مستمر لنشاط قطاع التأمين المصري من عام لآخر، حيث تشير مؤشرات نشاط سوق التأمين المصري لارتفاع إجمالي أقساط التأمين في عام 2015-2016 لتصل إلى 18.2 مليار جنيه مقارنة ب16.2 مليار جنيه في عام 2014-2015 بنسبة ارتفاع 11.5%. التأمين الطبي ارتفع حجم أقساط التأمين الطبي المباشر من 415 مليون جنيه عام 2009-2010 إلى مليون، يعني 1505 مليون جنيه، يعني تريليون عام 2015-2016، وذلك كنتيجة لتطوير التغطيات المتاحة مع تزايد أسعار بعض التغطيات كنتيجة لارتفاع تكاليف العلاج، بالإضافة لزيادة عدد الوثائق المصدرة لزيادة وعي العملاء بأهمية النوع ده من التأمين. هتلاحظوا ان وجود التأمين الطبي في مصر
أدى لوجود العديد من الإشكاليات وتحقيقه للعديد من الخسائر رغم النمو الكبير الذي حدث فيه. أسباب الخسائر منها ندرة الكفاءات في مجال إدارة التأمين الطبي، ويعتبر العنصر واحد من أبرز مسببات انخفاض كفاءة قطاع التأمينات الطبية، حيث يعتبر العنصر البشري المصدر الحقيقي لتكوين الميزة التنافسية وتعزيزها. وفي ظل التنافس بين شركات التأمين وقلة الخبرات المتميزة في السوق، فإنه يتم خطفها ما بين شركات التأمين وبعض وعدم وجود تعاون ما بينهم. ألاحظ أيضا من ضمن الأسباب غياب الدعم السياسي والفني من الدولة، ويعتبر من العوامل المؤثرة والحاسمة في تكبيد القطاع التأمين الطبي للخسائر، حيث لا يوجد أي دعم مؤثر من صناع القرارات في الدولة من أجل تضمين وحث القطاع التأمين على النمو، كما تغيب القوانين المنظمة والتشريعات التي تكفل حقوق أو تكفل حقوق المتعاملين في السوق وتضع الإلزامية على القطاعات العاملة لضرورة تطبيق التأمين الطبي. وده بنشوفه في بعض الدول العربية، إنها بتفرض على جميع الشركات إنها تؤمن على موظفينها، ومن ثم تحقيق العديد من الاستحواذات في السوق. على العكس في مصر، لا يشترط القانون لكل الشركات أن يتم تأمينهم على موظفينهم. هلاحظ أيضا من ضمن الأسباب النظرة الاجتماعية الخاطئة للتأمين. في بعض الناس بيتم إنه التأمين لا ده هياخدوا من فلوسي، التأمين غلط، التأمين حرام، فكل ده بيؤدي إلى انخفاض التأمين. كمان هنلاحظ إنه هناك بعض الحاجات زي إنه عادي أكشف أنا وأختي، عادي أدخل أختي مكاني لو هي شبهي، عادي ممكن أستغل التأمين، دول بيستقطعوا مني كل شهر، أنا لازم ده فلوسي وده حقي، لازم أروح أزور يعني المستشفيات كل اسبوع اطمن على نفسي حتى لو ما عنديش اي حاجه، واعمل زياره اسبوعيه مع عيالي ومراتي. فده بيؤدي الى تدهور، يعني اكتساب خسائر كبيره جدا نظرا لعدم وجود ضروره للذهاب الى الدكتور او استعمال التامين الطبي. تدهور البنيه الصحيه العامه وارتفاع حده الامراض المزمنه، وده بيمثل ايضا نقطه هامه وكبيره، ان احنا بننتشر العديد من الامراض زي الضغط والسكر وامراض السمنه والامراض الوراثيه، وكل ده بيؤدي في النهايه لارتفاع حده الامراض، ومن ثم ارتفاع المعدلات الخاصه بالتامين الطبي، بما ينعكس على ارتفاع التامين عليه. تسارع المتعاملين في السوق، وتعتبر واحد من الاسباب غير المباشره في تحقيق خسائر، حيث يغيب التعاون بين شركات التامين ومفيش تعاون ما بينهم، واحيانا بيبقى الفرود او الابيوز بينتقل من شركة إلى شركة، وبيكبد كل شركة خسائر دون وجود أي تعامل أو اشتراك أو يعني كوميونيكيشنز أو تواصل ما بين شركات التأمين بعضها وبعض، فبيحدث التصارع ما بين المتعاملين في السوق. عدم فاعلية إدارة المخاطر والاستثمارات في الشركات، ودي برضك من النقاط غير المباشرة ولكن الأساسية في تكبد الخسائر، وهو لازم وجود قسم مالي قوي في شركات التأمين يكفل وجود نوع من أنواع التأمين الطبي واستثمار الأقساط في أنشطة أخرى تؤدي إلى يعني جلب خسائر وفوائد لشركات التأمين بما يمكنها من تغطية الخسائر إن وجدت. فعدم وجود إدارة للمخاطر والاستثمار، ترى وجود مخاطر أو تستثمر بشكل جيد، يؤدي إلى تكبد شركات التأمين خسائر في يعني استغلال الأقساط التي يتم تحصيلها من العملاء في الأنشطة في السوق. وجود خلل في عمليات الاكتتاب، حيث يؤدي الخلل لتكبيد شركات العديد من الخسائر نظرا لخلل المراجعه الدوريه لاسعار التغطيه المتاحه، ان مثلا مقدم الخدمه يضحك عليا ويكبد لي اسعار فوق الاسعار وانا وافق عليها، و ما بصش على الاكتتاب بشكل واضح وجيد، فده بيؤدي الى وجود خلل في عمليه الاكتتاب. هنلاحظ ان شركات التامين في النهايه بتمثل جزء هام ومتكامل من القطاع الاقتصادي لاي دوله، لما تقوم به من دور مزدوج من جهه تقديم الخدمه التامينيه، ومن جهه اخرى نشاطها الاستثماري والاقتصادي. وقد وما زال يواجه التامين الطبي العديد من النجاحات لكل من العملاء والشركات على حد سواء، ومع ذلك ما زال يعاني من العديد من الاشكاليات التي يجب ان يتم علاجها والنظر فيها حتى يتم التحقق فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، وشكرا لحسن استماعكم لكافة فصول التأمين الطبي، وأتمنى أن أنا أكون غطيت كافة الأسباب أو كافة الأسئلة، وأتمنى لو عند حضراتكم أي أسئلة هكون بالرد عليها إن شاء الله تعالى. وشكرا جزيلا مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.